وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد إسماعيل طالب بضرورة العمل المكثف للتحول الرقمي في المحاكم والنيابات والإسراع بتلك الخطوة. لازم يبقى في ابلكيشن او ادخال التحول الرقمي مع النيابات الاسره الخاصه بالولايه على المال. ازاي نقدر نفصل تلك النيابات عن المحاكم والنيابات اللي بيبقى فيها بعض المجرمين حفاظا على الحاله النفسيه للطفل. حاجه مهمه جدا برضو تم طرحها ان يكون في حد ادنى موجود للصرف في الحالات الطارئه.